سلام خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا فيه كيفيه تحضير اسيس او وعاء او محبق للزراعه على سطح المنزل، وان شاء الله اليوم غنوريكم حيل بسيطه اللي تصبر معاك للتسميد طول السنه او طول العام. وغادي نشوف ان شاء الله حتى التربه واش نضيفوا ليها باش تكون تربه نشيطه ماشي تربه فقيره. ان شاء الله هادشي كامل غنشوفوه في هذا الفيديو، وفي الاخير غادي نشوفوا النتيجه، حيت النتيجه هي اللي كتحكم على الطريقه. دخلوا مباشره في صلب الموضوع. هنا اخوتي اول حاجه غادي نحتاجوها صندوق، ومن بعد غادي نحتاجو الكارطون. من بعد اخوتي بكل سهوله كناخذو سكين وكنفصلو الكارطون الطرافي على قد الصندوق على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنغلفو الصندوق كامل يعني من الجنبات ديالو بربعه وحتى من الاسفل ديالو على هذه الطريقه اخوتي. ومن بعد اخوتي بكل سهوله كنجيبو بخاخ وكنرشو على الكارطون باش الكارطون يشد المكان ديالو او كيف ما نقولوا يشد بلاصتو وما يبقاش يلعب، باش ملي نبغوا نعمروه بالتراب نلقاو شاد بلاصتو. وفي نفس الوقت الكارطون، علاش مزيان الكارطون في الاسيس او الصندوق؟ حيت كيحتفظ بالرطوبه، يعني ما يخليش النبته انها تجف او داكشي اللي غادي تزرع انت في الوعاء يخليه يجف بسرعه. ومن بعد اخوتي كنجيبوا القشور ديال الخضره على هذا الشكل هذا، او البقايا ديال الخضر او البقايا ديال الفواكه او البقايا ديال الموز، كنديروهم هما الاولين في الاسيس وفوق منهم كنديروا السماد البلدي. علاش كنديروا السماد البلدي؟ السماد البلدي هو اللي كيخلي هذه الخضر هذه تحلل وفي نفس الوقت ما تنوضش لينا، يعني يستحسن دير فوق منها السماد البلدي باش تحلل وتكون في الاسفل ديال الاسيس. كما قلنا خوتي نديروهم هما الاولين في الاسفل باش ملي نوضوا لي غاسين اولا جذور غادي نهبطوا الاسفل، وهنايا غادي نلقاو هاد المواد محلله اللي هي عباره عن سماد غادي يولي اللون ديالها اسود، وهكا غادي تكون سمتي هذاك الشيء اللي غادي تزرع في الوعاء اولا الاسيس، يعني طول العام اولا طول السنه ما تبقاش تسمدوا وغادي تشهد ان شاء الله نتيجه مرضيه. خوتي في الاخير غادي تشوفوا النتيجه ديالها ان شاء الله، غادي نوريكم هاد الصناديق اللي عندي انا زارع فيهم وغادي تشوفوا ما شاء الله يعني النمو الخضاري وان شاء الله الثمار على هذا الشكل اخوتي. ومن بعد بكل سهوله بكل بساطه كنجيبوا السماد البلدي وكنديروا فوق من المخلفات ديال الخضر بهذا الشكل هذا اخوتي. هكا غادي تحلل هذه الخضار كامله ان شاء الله، غتحلل وغتولي سماد ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم احنا في الاخير غادي نشوفوا النتيجه اخوتي، فبحكم التجربه ديالي فانا دائما كنستعمل هذه الطريقه في الزراعه ديال الاسطح، وان شاء الله غادي نوريكم النتيجه اخوتي اللي هي نتيجه مدهشه ان شاء الله. دابا اخوتي بعد ما جهزنا الاسيس او الصندوق ديالنا ندوزو لتجهيز التربه. هنا هذه تربه عاديه تم التشميش ديال التربه. من بعد شنو غنزيدو على التربه؟ غادي نزيدو عليها الكومبوست او المخلفات ديال الاغنام او المخلفات ديال الابقار. هاد المخلفات غادي نضيفوها على التربه ديالنا على هذا الشكل هذا. ومن بعد اخوتي ما درنا الكومبوست ديالنا على هذا الشكل هذا، هنايا غادي خصنا نقلبوا التربه. والطريقه الصحيحه ديال تقليب التربه اخوتي هي هذه اللي غادي نشوفوا دابا، كنقوموا بهذه الطريقه هذه، هذه هي الطريقه الصحيحه لتقليب التربه. هنا خوتي كينسجم يعني سماد الكومبوست اللي هو طبيعي كينسجم مع التربه، وهنايا غادي نحصلوا على نتيجه جميله، يعني ماشي بداك التقليب اللي كتعرفوا التقليب العشوائي، يعني جهه كيوصل لها الكومبوست وجهه ديال التربه ما كيوصلش لها الكومبوست. اخوتي بعد ما قلبنا التربه ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني التربه اصبحت جاهزه للزراعه او اصبحت جاهزه للغرس. وهنا اخوتي بعد تجهيز التربه غادي نعمروا الصندوق ديالنا بالتربه اللي جهزناها. وهنا اخوتي بعد ما عمرنا الصندوق ديالنا فهنا نرويوه رويه مغمره، نسقيوه مزيان نخليوه لمده ديال يومين.
نخليه لمده شي يومين باش ينسجم الكومبوست مع التربه، وهكا غتصبح التربه يعني فيها مواد عضويه وما غتكونش تربه ان شاء الله فقيره. فكيف ما غادي نوريكم في هذا الاسيس او هذا الصندوق زرع فيه الجلبانه، شوفوا حتى هو بنفس الطريقه باش نحضروا، يعني كما كتشوفوا هنا بدات كتنبت الجلبانه ما شاء الله، يعني حتى هو بنفس الطريقه. الفكره ديال الجلبانه اخوتي منين جات غادي نوريها لكم، زرعها عندي هنا في واحد العجله، تقدر تعجبكم الفكره حتى هي وتزيدوها على الفكره ديال هذا الصندوق وتزرعوا فيها. الفكره اخوتي هي كالتالي، هذه عجله او كما كنقولوا رويضه معمرها هنايا حتى هي بالتربه، وندير فيها هاد الاشقب هادو كنزرع فيهم كيف ما كتشوفوا هنايا، زرع فيها الجلبانه ما شاء الله، التمار ديالها حتى هي بنفس الطريقه، درت ليها الخضر هنايا في الاسفل ديال العجله، درت الخضر ودرت فوق منهم الكومبوست، كيف ما كتشوفوا النتيجه ما شاء الله. جيبه الازهار ديالها اخوتي بدات في عقد التمار ما شاء الله، وجيبه في الفوق ديالها الازهار. وهنا اخوتي غادي نوريكم النتيجه ديال هذه الطريقه هذه، والطريقه ديال التسميد والطريقه ديال التربه. كيف ما كتشوفوا هذا الصندوق كتزرع فيه الفجل، كيف ما كتشوفوا الصندوق ما شاء الله يعني عطى ثمار، عطى ثمار اخوتي بغزاره، يعني الطريقه اخوتي ناجحه 100%، كيف ما كتشوفوا امامكم النتائج امامكم. وهذا الصندوق هذا كنزرع فيه البسباس كيف ما كتشوفوا حتى هو ما شاء الله، حتى هو بنفس الطريقه كندير الخضر في الاسفل وكندير فوق منهم الكومبوست باش يتحلل ويعطيني في الاخير هذه النتيجه اللي كتشوفوا، وهذا حتى هو الخص. كيف ما شفتوا اخوتي بهذه الطريقه وبهذه البساطه يمكن لك انك تجهز الوعاء اللي غادي تزرع فيه طول السنه او لطول العام بدون تسميد. كنتمنى الطريقه تكون عجباتكم، وكنتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش معكم الاعجاب بالفيديو، اما الناس اللي ما مشتركينش فمرحبا بكم، يمكن لكم تشتركوا. وخليت لكم اخوتي الراحه ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.